يقول يترك بعض الناس فضيلة الشيخ المرأة تسعى لوحدها ويجلس الزوج أو الأخ في طرف المسعى ينتظرها، فهل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، يجوز أن المرأة تطوف وحدها وتسعى وحدها إلا إذا كان في زحمات شديدة أو المرأة ضعيفة أو مريضة، فيجب أن يكون معها وليها ليعينها ويدافع عنها. نعم.